بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتنا طلبة الفرقة الثالثة ميكانيكا، اهلا بيكم في الجزء ده من المنهج اللي هنتعرف فيه مع بعض على بعض برامج المحاكاة اللي بتمكنني ان انا احل الاستدي ان كومبريسيبل فلو ان بايبنج سيستم عن طريق السيميوليشن. طبعا احنا اتعلمنا في الشابتر الاول ازاي احل البايب نتورك او البرانشنج بايبس عن طريق الحسابات اليدوية بالانرجي ايكويشن والكونتينيوتي ايكويشن، ودلوقتي ان شاء الله نتعلم ازاي نستخدم السوفت وير في حل المسائل. طبعا لو كانت الشبكه بتاعه المواسير اعقد واكبر من اللي احنا بنقدر نعمله بشكل يدوي، فبالتالي لازم استخدم برنامج او استخدم الاكسل او استخدم الكمبيوتر بشكل عام في حل النوع ده من المسائل. في الحقيقه في اكتر من سوفت وير بيعمل النوع ده من السيميوليشنز، من ضمنهم برنامج اسمه ايبانيت، وبرنامج اخر اسمه ووتر جيمس، وفي برنامج كمان اسمه اعتقد ووتر كاد. البرامج دي كلها مبنيه على نفس الفكره، هي بتبقى جواها انتجريشن للالجوريزم اللي بيحل الانرجي ايكويشن والكونتينيوتي ايكويشن جوه السيستم كله بعدد من الايتريشنز، وبالتالي بنحصل على قيم الفلو ريت او قيم البريشرز عند النقاط المختلفه. لكن الاهم في مجموعه السوفت ويرز دي بالكامل ان احنا نبني الموديل بتاعنا بشكل صحيح علشان نتجنب الحصول على نتائج غير دقيقة. فهنبدأ كده مع بعض في التعلم عن برنامج ايبانيت. برنامج ايبانيت عندي اهو نسخة 2.2. البرنامج الانترفيس بتاعه بيكون زي ما انت شايف بهذا الشكل، وانا هختار مسألة من المسائل اللي احنا نقدر نحلها يدوي بحيث ان احنا نتأكد من الارقام اللي هيطلعها السوفت وير، ثم بعد كده نقدر ناخد مسائل اكبر بحيث ان احنا نوسع معرفنا في السوفت وير، وفي نفس الوقت تبقى صعبة جدا ان احنا نحلها بشكل يدوي. فالمسألة اللي انا اخترتها النهاردة هي المسألة بسيطة بروبلم 1.6. المسألة دي بمنتهى البساطة انا عندي 3 خزانات مترابطين مع بعض ب3 مواسير، والمواسير دي متجمعة مع بعض عند جنكشن، وعاوزين نشوف الفلو ريت اللي هيتحرك في كل ماسورة من المواسير دي. فمسألة بسيطة طبعا نقدر نحلها يدوي، وانا هستخدم السوفت وير في حل المساله دي. فادي ايبانيت اهو موجود معانا. فانا اللي محتاج اعمله في المساله بتاعتنا ان انا هرسم السيستم بتاعي، والسيستم بتاعي زي ما انت شايف هحاول كده ان انا اظهر السيستم اهو. السيستم بتاعي عباره عن 3 ريزرفوارز، والثلاثه ريزرفوارز متصلين ب3 مواسير. فبنبدا الاول ان احنا نبدا نعمل ريزرفوارز زي ما انت شايف الانترفيس اهو. فانا ده هو بالنسبة لي الريزرفوار اهو، نقدر نضيف ريزرفوار 2 3، يبقى ادي 3 ريزرفوارز بتوعنا. وبعد كده هنبدأ نضيف جنكشن او نود، وادي الجنكشن بتاعتنا او النود. وبعد كده هوصل ببايب ما بين الريزرفوار الاول والجنكشن، وما بين الريزرفوار الثاني والجنكشن، وكذلك ما بين الريزرفوار الثالث والجنكشن. يبقى انا كده عندي جنكشن، وعندي 3 ريزرفوارز، وعندي 3 بايبس. هنبدأ بقى دلوقتي نحط البارامترز المختلفة بتاعة السيستم بتاعي. يعني هبدأ مثلا هنا من عند الريزرفوار الاولاني، لو دوست عليه كده دبل كليك هيطلع لي البروبرتيز بتاعته. واهم حاجة في البروبرتيز بتاعة الريزرفوار هي التوتال هيد، والتوتال هيد زي ما انت شايف في المسألة بتاعتك اللي هو الاليفيشن بتاعي ب5 متر. يبقى ده بالنسبة للريزرفوار الاول. هنروح كده زي ما احنا على الريزرفوار التاني، كليك على الريزرفوار التاني، هو على طول فتح لي الريزرفوار رقم 2. وطبعا اهم حاجة زي ما اتفقنا التوتال هيد، والتوتال هيد في الريزرفوار التاني ب20 متر، يبقى ادي 20 متر. نفس الكلام هنعمله للريزرفوار رقم 3، والريزرفوار رقم 3 ب13 متر. يبقى دي اول ايه، اول جزء في المساله بتاعتنا. يبقى انا عرفت البروبرتيز بتاعه الريزرفوار الاول والريزرفوار الثاني، عذرا الريزرفوار الثاني والريزرفوار الثالث، اهم حاجه طبعا اللي هو الهيد. طيب بعد كده هيبقى عايزين نعرف البايبس بقى. شايف البايبس بتاعتي معرف اللينس والديامتر والفريكشن فاكتور في المساله بتاعتي. طيب تعالى نمسك البايب رقم 1 ونشوف كده، لو عملت دبل كليك على البايب رقم 1 اشوف بقى البايب اي دي اسمها 1، بدأ من النود الاولانيه وموصله للريزرفوار، من الريزرفوار للجنكشن،
اللينس بتاع البايب اهو زي ما انت شايف 512 متر بدل 1000 متر، والدايمتر بتاع البايب، الدايمتر هنا بيتكتب بالملي متر يا شباب، بالملي متر، يعني 1 من 10 متر دي عبارة عن 100 ملي متر، تمام. وبيظهر هنا بقى معايا فاكتور اللي هو الايه، الرفنس، تمام. قبل ما نحط الرفنس هنا لازم اعرف ايه هي الطريقة اللي بيحسب بيها اللوسز، ازاي بنحسب اللوسز. احنا عندنا طريقة دارسي ويسبخ اكويشن اللي هي اف في ال على دي في في تربيع على 2 جي اللي احنا بنشتغل بيها، لكن في الحقيقة طرق اخرى لحساب الايه، لحساب اللوسز. فتعالى كده نقفل النور دي وبعدين نشوف من البروجكت، نشوف الاناليسيز اوبشنز اللي هنشتغل بيها. الاناليسيز اوبشن بتقول لي الفلو ريت اليونت بتاعته ايه، احنا نقدر نختار اليونت اهو نغيرها بالمره، نقدر نشوف مثلا لو انا عندي هنا لتر بير مينيت، لتر بير سكند، اي اف دي، في يونتس كتيره زي ما انت شايف، اعتقد لتر بير سكند من اليونتس المناسبه بالنسبه لنا. بالنسبه لللوسز بتلاقي عندك طريقة دارسي ويسبخ اهي موجودة من الطرق اللي احنا بنستخدمها في حساب اللوسز، فدي الطريقة اللي احنا ايه، اللي احنا بنعتمدها في الشابتر بتاعنا، فهختارها الاول قبل ما اشتغل في الايه، البارامترز اللي انا هحطها. طيب تمام، بعد كده بقى بنبص في باقي البارامترز، طبعا نقدر نغير في البارامترز الاخرى زي ما احنا عايزين. الاناليسيس بتاعي، الاناليسيس بتاعي هيبقى عباره عن بريشر دريفن اناليسيس ولا ديماند دريفن اناليسيس. طبعا هنا بقى شباب دي مهمه ان احنا نعرفها، يعني ايه بريشر دريفن اناليسيس؟ يعني على حسب الضغط المتاح في الماسوره تقدر تحصل على فلوريت، تمام، على حسب الضغط المتاح عندك تقدر تحصل على فلوريت. اما الديماند دريفن اناليسيس يعني انت بتقول لي انا هنا عاوز 10 لتر في الثانيه يوصلوا لي، يبقى لازم يكون في عندي 10 لتر في الثانيه يوصلوا لي. فهنا ايه، الاناليسيس بتاعنا ممكن يكون ديماند دريفن، ممكن يكون بريشر دريفن، فانت على حسب المساله بتاعتك. فانا هنا هقول له على حسب البريشر ادي فلو ريت، يبقى ده بريشر دريفن ايه اناليسيس. فده بالنسبه لي من الحاجات اللي نقدر نظبطها في الاوبشنز بتاعه الاناليسيس بتاعنا، اهمهم طبعا كانت هي دارسي ويسبخ في الهيد لوسز فورميولا. طيب جميل، يبقى ده بالنسبه للدارسي ويسبخ. تعالى بقى نرجع للبايب رقم 1 ونشوف الرفنس بتاعه البايب كام ملي متر. الرفنس بتاعه البايب دي لو دخلت على الهيلب بتاع البرنامج هتعرف انها بالملي متر. حاول كده ندخل على الهيلب ونشوف التيوتوريال. الحقيقه التيوتوريال ده بيشرح لي ازاي ان انا اعمل بروجكت من A to Z، فده هيبقى فيه حاجات مفيده كتير، لكن انا كنت نزلت كتالوج هنا للمانيوال بتاع الايبانت. خليني كده اتاكد من البرنامج بتاعي، لو احنا مثلا بحثنا هنا اهو شباب، انا فتحت هنا الكتالوج بتاع البرنامج بتاع ايبانت، تمام، وهبدأ دلوقتي أدور على المنطقة بتاعة حساب اللوسز. فهبص كده كنترول اف واشوف لو انا بدور بكلمة دارسي، او طبعا الهيدروليك مودلز في دارسي ويسبخ، وفي طبعا مانينج فورميولا، وفي هانز ويليامز، وفي طرق مختلفة. فاحنا طبعا شغالين بدارسي ويسبخ، فانا عايز اشوف الرفنس او الفريكشن في حالة دارسي ويسبخ بتكون قد ايه. خلاص يبقى دلوقتي احنا بندور اهو كلمة دارسي، فهنا بيقول لي الرفنس كوفيشنت بتاع دارسي اهو اللي هو الابسلون، تمام، الابسلون. يبقى بالنسبة لي الابسلون ده انا عايز القيمة بتاعة الرفنس، فطبعا دي على حسب نوع البايب اللي موجودة عندك، تمام، على حسب نوع البايب اللي موجودة عندك. فلو انت عندك مثلا كاست ايرن بايب بيكون حوالي 85 من 100 × 10^3، بس اليونتس هنا بالفيت بالقدم، خلاص يبقى تضربها علشان تحولها بالمتر في 3 من 10، تمام، في 3 من 10. يبقى انا دلوقتي هختار اي نوع من البايب في المسألة بتاعتنا ونشتغل عليه، مفيش مشكلة ان احنا دلوقتي نختار نوع افتراضي. هو طبعا في المسألة مديني الفريكشن فاكتور، لكن احنا هنا هناخد الرفنس كوفيشنت زي ما البرنامج بيطلب مني.
فانا بالنسبه لنا مثلا لو افترضنا ان هي كاست ايرن بايب، ايه كاست ايرن بايب والرافنس 85 من 100 في 10 اس ب 3 قدم، ما تنساش ان دي هنضربها في 3 من 10، يعني حوالي تلت الرقم ده ممكن يعمل حوالي كام؟ ممكن يعمل برضه حوالي 3 من 10 في 10 اس ب 3 من المتر، يعني 3 من 10 ملي متر. خلاص يبقى هنحط الرقم ده ب 3 من 10 ملي متر. تمام، يبقى ده بالنسبه لنا اللي هو الايه الكوفيشنت اللي انا محتاجه في البايب دي. يبقى لو جيت هنا دبل كليك او دوست بروبرتيز على البايب، حط الرفنس كوفيشنت بتاعنا ب 3 من 10، ده ملي متر، يبقى هنقول 3 من 1000، 3 من 10 آلاف، 3 من 10 آلاف من المليمتر. وهنشوف الفريكشن كوفيشنت محسوب ازاي في البايب، وبناء عليه هنحسب المسألة بتاعتي بعد ما نحل المسألة بتاعتي. كلام جميل. فتعال نثبت الرقم ده بالنسبة لنا. لو رحت للبايب رقم 2، هفتح كده المسألة بتاعتنا اهي، وادي البايب رقم 2، الطول بتاع البايب رقم 2 765 متر، والديامتر بتاعها 150 ملي متر، والرفنس ناخدها زي ما هي ثابتة 3 من 10 آلاف. نفس الكلام هنروح للبايب رقم 3، البايب رقم 3 طولها 1050 من متر، والديامتر بتاعها 130 ملي متر، والرفنس بتاعتها هناخدها زي ما اتفقنا 3 من 10 آلاف. تمام، يبقى كده هقفل البارامترز بتاعتي وهبدأ أسيف بقى الموديل اللي أنا عملته ده. هنيجي مثلا هنا على أي مكان ونقول مثلا هنا ده يبقى نسميه كده بروبلم 1-5 ونسيفه. خلاص يبقى أنا كده سيفت البروجكت، إيه البروجكت بتاعي. تمام، يبقى إحنا كده بنينا يا شباب الإيه الموديل بتاعنا، وبعد كده ممكن أعمل بقى إيه أعمل ران الاناليسيس. ران الاناليسيس بتاعك فعلى طول بسرعه بيقول لك الران ووز سكسسفول. عاوزين بقى نشوف الداتا بتاعتي. تعال نشوف الداتا في صوره مثلا تيبل. تعال نشوف تيبل والاعمده اللي هتظهر في التيبل بتاعي، اللي هو عباره عن الفلو ريت والهيد والبريشر. طبعا الهيد والبريشر حاجه واحده، والبرنامج ده يقدر يحل الكواليتي او جودة المية، لكن احنا مش بنحل اي حاجة فيها كواليتي، وبالتالي نقدر نشتغل ايه نشتغل بالتلاتة دول فقط. تعالى ناخد معانا الاليفيشن كمان يظهر معايا في التيبل، ونشوف ان احنا عاوزين نظهره ليه اللينكس اللي هي المواسير، ولا النودز اللي هي الجنكشن. خلاص فاحنا هنظهره مثلا بالايه لللينكس بتاعتي، وادوس اوكي، فهيطلع عندي على طول كده بسرعة التيبل اللي بيوضح الايه الريزلتس اللي حصلنا عليها من الكالكوليشن. فادي التيبل بتاعنا اهو يا شباب، التيبل اهو، خليني اظهر التيبل بالكامل. بيقول لي عندي البايب رقم 1 الفلو اللي فيها 12 سالب 12 و7 من 100 لتر بير سكند، والسرعه جواها 1.54 متر على الثانيه، وادي الهيد لوسز، وهو حسب لي كمان الفريكشن فاكتور بالفورميولا بتاعت ايه بتاعت دارسي اللي هي اف الفريكشن فاكتور اللي هو في دارسي ايكويشن اللي احنا كنا بنطلعه من مودي تشارت ده يا شباب. يبقى ده اللي احنا كنا بنطلعه من مودي تشارت، هو اوريدي بيحسبه بعد ما بديله الرفنس، وهو بيحسب بناء على رينولد نمبر وعلى الرفنس. تمام، وبعد كده طبعا باقي البارامترز دي ما تهمنيش لان انا ما عنديش شغل في كواليتي ولا حاجه. فلو لاحظت هنا طبعا ان الفلو في الريزرفوار في البايب رقم 1، الفلو في البايب رقم 1 نيجاتيف. نيجاتيف يعني عكس مسار اللينك اللي انا رسمته. انا رسمتها ازاي البايب رقم 1 دي لو فاكرين؟ رسمتها من الريزرفوار رايحه للجنكشن. يبقى كده معناها ان الفلوريت ماشي في الاتجاه العكسي، فالفلوريت 12 لتر كل ثانيه في الاتجاه الايه اللي طالع لاعلى ده. طيب البايب رقم 2 انا رسمتها ازاي؟ رسمتها برضو من الريزرفوار ليه من الريزرفوار رقم 2 الى الجنكشن، وده موجب يعني ماشي في نفس الاتجاه اللي انا ايه اللي انا عملته. والبايب رقم 3 برضه في هذا الاتجاه. تعالى كده نظهر مع بعض. طبعا الكونتينيوتي ايكويشن زي ما انت ملاحظ ان الفلو اللي طالع من الجنكشن لازم يساوي الفلو اللي داخل الجنكشن. فلو انت جمعت 12 و7 من 100
مع 6.85% المفروض دي هتديني 18.92% بالظبط. المفروض دي هتديني 18.92%، وده الايه المتوقع عندنا في المسألة بتاعتنا. تعالى برضو نظهر على الرسمة بعض الايه بعض الحاجات. لو انا هنا اعتقد في الديفولتس في الهيدروليك الاي دي والليبلز، تمام، هنعمل مثلا اوكي مفيش مشكلة، انا هعمل الليبلز دي. خليني هنا اشوف الفيو، لو شفنا كده في الفيو اوبشنز، تعال نشوف الفيو اوبشنز ممكن اظهر فيها ايه. الفلو اروز مثلا ممكن اظهر فيلد فلو اروز، تمام، و او فانسي ايا كان، نقدر نظهر الاسهم بتاعه الفلو برضو نفس الكلام. الليبلز تمام، ممكن اظهر ديسبلاي ماب ليبلز يوز ترانسبيرنت تكست، اوكي ماشي. طيب هنا النوتيشنز ديسبلاي نود اي دي نود فاليو لينك اي دي لينك فاليو، ده طبعا كل ده ممكن نظهره على الايه على الرسمه بتاعتنا. لو دوست كده اوكي هتبدا زي ما انت شايف تظهر عندك الايه السيمبلز بهذا الشكل. فلو رجعنا بقى للتيبل مره تانية اللي احنا اظهرناه ده بيسهل عليا شويه الايه الانتربريتيشن بتاع الجدول. فلو انا قلت ريبورت تيبل وعايز اظهر اللينكس وعايز اظهر ال ايه بقى كواليتي مش لازم، الرياكشن ريت مش لازم، اليونت هيد لوس اوكي ماشي، الفلو الفيلوسيتي ممكن، اللينس والديامتر بتوع البايب مفيش مشكله، هنقول له اوكي. هنظهر ايه بقى اللينس، اوكي، فادي الايه ادي ال التيبل بتاعنا. فالبايب رقم واحد المفروض ان اللينس بتاعها 512 متر والديامتر بتاعها 100 ملي متر، والفلو زي ما عرضناه المره اللي فاتت 12.7 لتر بير سكند، والسالب ده زي ما قلت لك هو اتجاهه، هو لما انا رسمت البايب رسمتها من الريزرفوار رايحه الجنكشن، فهو اعتبر ده اتجاهها. لو الفلو عكس هذا الاتجاه يظهر لك بالايه بقيمه سالبه، تمام، لكن طبعا السهم هنا بيعبر لك عن قيمه الفلو، فالاشاره هنا مش مهمه. يبقى اذا الفلو ده 12.7 لتر بير سكند واتجاهه من الجنكشن رايح للايه النود، وهكذا باقي البارامترز بتاعه البايب الاولانيه والبايب الثانيه والبايب ايه الثالثه. ده يا شباب ببساطه شديده جدا اللي احنا نقدر نعمله لما نيجي نحلل برانشنج بايبس. فطبعا لك ان تتخيل لو السيستم بتاعي معقد وكبير جدا، فالسيميوليشن تول دي بتسهل عليا جدا جدا طريقه الاناليسيس بتاعتي. وطبعا لو انا عاوز بقى اخد الريبورت ده في فايل، ممكن اعمل بقى ريبورت واقول له بقى انا عايز فول ريبورت، والفول ريبورت ده اقدر اسيبه في اي مكان، اهو بروبلم 1.5.ريبورت واسيبه بهذا الشكل. فطبعا ببساطه شديده تقدر ان انت تفتح الفايل ده في اي وقت وتاخد الداتا اللي متخزنه جوه. اتمنى بقى نرجع نحل المساله دي بايدينا ونشوف نحط البارامترز بتاعتي دي بهذا الشكل. وطبعا انا ملاحظ ان الفريكشن كوفيشنتس اللي هو مطلعهم مختلفين شويه عن اللي السوفت وير حسبهم، فانت طبعا ممكن تغير الرفنس فاليو لان احنا اخترنا نوع معين من البايبس اللي هو كاست ايرن بايب ومشينا عليه، فانت طبعا ممكن تغير قيمه الرفنس اللي في المساله بتاعتك اللي في الموديل وتبدا تحل المساله بطريقه ايه بطريقه ثانيه. طيب تعالوا بقى دلوقتي نحاول نختار مساله اخرى، نحاول نختار مساله ثانيه. احنا خدنا برانشنج بايب، تعالوا ناخد حاجه مثلا ايه بايب نتورك. تعالوا مثلا ناخد المساله اللي هي 1.13 اللي هي البايب نتورك دي. هنشوف ازاي السوفت وير ببساطه شديده ممكن يقدر يحل لي النوع ده من المسائل، وحتى لو النتورك بقت اكبر من كده. فاحنا عايزين نحلها على السوفت وير ونحلها يدوي بحيث نقدر نقارن الحلين، ولو في اي اختلافات نذكر سبب هذه الاختلافات بحيث نبقى عارفين نستخدم السوفت وير بشكل صحيح. وبعد كده طبعا تقدر تحل اي سايز من النتورك، لو كبرت الشبكه مش هيبقى عندي اي مشكله غير اني ابني بس الموديل بشكل صحيح. فهنرجع تاني على ايبانت وهنعمل نيو بروجكت، تمام، ونبدا بقى نحاول ان احنا نرسم
النتورك اللي قدامنا دي. فهحاول كده ان انا اظهر النتورك على الشاشة، ونحاول ان احنا نصغرها مثلا كده شوية، وادي السوفت وير بتاعنا، وتعالوا بقى نبدأ نرسم الرسمة بتاعتنا. فالرسمة بتاعتنا اهو زي ما انت شايف شباب، هيبقى عندنا مجموعة من النودز اللي بتلتقي فيها المواسير، وبعد كده بنوصل ما بينهم بمواسير. فانا هبدأ الاول اهو باستخدام الجنكشن او النود، ادي واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة، تمام تمام كده خمسة جنكشن معايا. هبدأ بقى اوصل ما بين الجنكشنز دي بالمواسير اهو، اوصل مفيش اي مشكلة في الاتجاه زي ما اتفقنا. كل اللي هعمله الاتجاه بعد شوية، ان لو الفلو ماشي مع الاتجاه اللي انا رسمته ده هيتكتب موجب، لو عكس هذا الاتجاه هيتكتب ايه؟ هيتكتب سالب. خلاص، فاحنا ممكن نظهره باسهم وعلى طول نعرف من اتجاه السهم اللي هيظهر معايا. يبقى كده عملنا الايه؟ عملنا النتورك. هيبدأ بقى عندي مجموعة من المداخل والمخارج، دول ممكن اوصلهم عن طريق ريزرفوارز. يبقى هختار كده ريزرفوار عند كل مكان فيه دخول او خروج، تمام بالشكل ده، علشان بس احسب منه الفلو اللي داخل او الفلو اللي خارج للسيستم بتاعي. يبقى هعمل هنا باي، وهعمل هنا كمان باي، وهكذا اهو، كمان باي بالشكل ده، تمام. يبقى دي بالنسبة لي كده الايه؟ النتورك اللازمة. هبدأ بقى احط البيانات بتاعة النتورك بتاعتي. يبقى هبدأ مثلا بالبايب رقم واحد، والبايب رقم واحد الشباب زي ما انتم شايفين اللينس بتاعها 500 متر، والديامتر بتاعها 300 متر. وزي ما اشتغلنا في المسألة اللي فاتت، هنفترض ان انا عندي كاست اير، فهحط الرفنس بالشكل ده. دي البايب الأولانية، همسك بقى في البايب التانية. دي المفروض إنها طولها 300 متر، وقطرها 150 متر، والرفنس افتكرنا إن احنا إيه؟ هنثبت القيمة بتاعتها. بعد كده الماسورة دي عندي أهي 400 متر طول، و 150 ملي متر دايمتر، والرفنس زي ما احنا ماشيين. وبعد كده هيبقى عندي بايب اللي تحت دي 250 متر لينس، والديامتر 200 ملي متر، والرفنس زي ما احنا مفترضينها. وبعد كده هدخل في اللوب التانية، البايب دي اللي اسمها رقم خمسة، طولها 850 متر، وقطرها 150 ملي متر، الرفنس زي ما انا فارض، تمام. بعد كده هيبقى عندي البايب الأخيرة بالنسبة لي، طولها 750 متر، وقطرها 200 ملي متر، والرفنس اللي احنا ماشيين بيه، تمام. بعد كده عندي مجموعة من البايبس الحقيقة اللي هي يعني ملهاش ملامح في المسألة بتاعتي، فأنا مش عايز البايبس دي تأثر عليا، أنا عايز فيها فلوريت فقط. خلاص، انا عايز بس فلوريت في البايبس دي. فهنقول ان البايبس دي هنعمل طولها صغير جدا، يعني مثلا هخلي طولها بس 1 متر، وهخلي القطر بتاعها كبير جدا، يعني مثلا هخليه برضو 1 متر طول، والرفنس بتاعتها دي مفيش مشكلة انها تبقى قليلة جدا. ليه يا شباب؟ لان البايبس دي انا مش عايز احللها، البايبس دي انا هحط فيها فلوريت وخلاص، هحط فيها قيمة ثابتة للفلوريت. فهمشي بالكلام ده على البايبس المساعدة الصغيرة دي، هقول ان هي طولها 1 متر فقط، وقطرها 1000 متر، والرفنس بتاعتها منخفضة جدا. خلاص، دي بالنسبة للبايب ده بس فرض، علشان دي مش مطلوب تحليلها في المسألة بتاعتي، فمش عايزها تديني فواقد عالية، مش عايز يبقى طولها 1000 متر وقطرها يبقى 10 ملي ولا 15 ملي، يعني يعمل معوقة كبيرة جدا للفلو اللي موجود عندنا. فده اللي احنا بنعمله بالبايبس المساعدة دي، لان خواصها بالنسبة لي ما هيش ذات اهمية. لكن طبعا لو دي مواسير حقيقية موجودة، مفيش أي مشكلة إن أنا أحط البارامترز بتاعتها وأحللها معايا في النتورك. لكن بما إنها مش موجودة، وأنا عايز بس أعرف الفلوريت اللي ماشي فيها كام، فده بالنسبة لي مش عايزه يأثر كتير على حسابات اللوسز والإنرجي وخلافه. يبقى بالنسبة لي
المجموعة من المواسير المساعدة دي هي اللي أنا إيه اللي أنا هستخدمها. خلاص كده تمام. تعالى بقى نشوف بالنسبة للريزرفوارز اللي أنا حطيتها، الريزرفوارز المساعدة دي، هل أقدر أحط ديماند هنا عند الريزرفوار؟ بص كده بقى، هنا مفيش فرصة إن أنا أحط ديماند. خلاص يبقى أنا بالنسبة لي دول مش هينفع يكونوا يا شباب ريزرفوارز. نعملهم ايه؟ طيب سهل، نعملهم جانكشنز، نعملهم جانكشنز او نودز. هات كده نود مكان كل ريزرفوار من دول، خليها ايه، خليها نود اهو كده بالشكل ده تمام. وتعالى كده نظهر الاسماء بتاعت النودز دي، تعالى نقول فيو اوبشنز، والفلو برضو عايزينه يظهر، النوتيشنز عاوز كل القيم دي تظهر عندي على المسألة، وادوس كده اوكي تمام. كده بيبقى ايه بالنسبة لي اسهل، ادي النود رقمها بيبقى ظاهر عندي. فاجي مثلا على البايب رقم 6، بدال ما هي رايحة على الريزرفوار اخليها رايحة على النود رقم 11، اخليها رايحة على النود رقم 11، يعني هي كده من النود رقم 3 للنود رقم 11 هكذا. لو خليت دي 11 بص كده ايه اللي هيحصل على الرسمة، تروح على طول البايب دي تنتقل من هنا لهنا، سهل خالص. يبقى إيه خلاص الريزرفوار ده انا هشيله واحط مكانه ايه؟ نود تمام. يبقى إيه ده اللي احنا نقدر نعمله شباب في كل البايبس. يبقى إيه البايب دي عايزها تروح على النود رقم، ايوه عايزها تروح على النود رقم 12. بص كده معايا على اللينك هيحصل له ايه؟ هينتقل على طول على النود رقم 12. بعد كده ده عايزه يروح على النود رقم كام؟ النود دي رقم 13 او الجنكشن رقم 13 اهو 13، يبقى على طول دخل عليها، وده هيروح على الجنكشن رقم 14. لو بص برضو على الرسم هنا هتلاقي ده على طول يتحول للنود، وكذلك هنا ده يروح على النود رقم 15. يبقى بالنسبة لي كده انا وصلت اللينكات بتاعتي بالشكل المناسب. هلغي بقى الريزرفوارز اللي ملهاش لازمة، هلغي بقى الريزرفوار ده تمام، والغي كمان الريزرفوار ده تمام والغي. يبقى انا كده ما عنديش احتياج لريزرفوارز في المساله بتاعتي. طيب البايبس دي زي ما هي، البروبرتيز بتاعتها زي ما هي، دي طولها بس متر والقطر بتاعها كمان متر والرفن الصغيره جدا، بس علشان يبقى عندي ديماند هنا. فتعالى نيجي عند الجنكشن دي ونحدد ايه الديماند اللي الجنكشن دي محتاجاه. ارجع معايا كده للمسألة بتاعتنا، هتبص تلاقي طبعا انا عايز بس اظبط الرسمة الاول شوية يا شباب اهو. هنيجي هنا وزي ما انت بتمسك كده وتبدأ تظبط بقى الايه الشكل بتاعك زي ما انت عايز اهو. ابدأ كده اهو الجنكشن بتاعتك في اي اتجاه اهو، مثلا في الاتجاه ده، ودي زي ما هي اهي، ودي هظبطها بس شوية اهو في الاتجاه ده تمام، وبعد كده دي هظبطها في الاتجاه ده. خلاص يبقى ادي الدايجرام بتاعي او النتورك بتاعتي بعد ما انا ايه ظبطتها. طيب تعالى بقى على الجنكشن دي، ارجع مره تانيه ابص على الجنكشن اللي هنا دي اللي هي الجنكشن رقم 11. المفروض دي بتدي السيستم بتاعي 1/10 متر مكعب كل ثانية، يبقى لازم احدد الفلوريت. الفلوريت هيبقى عبارة عن ايه اليونت بتاعته؟ مثلا متر مكعب كل ثانية. يبقى هنا اقول انا شغال بطريقة دارسي وسبخ، وشغال لتر بير سكند. خلاص لتر بير سكند اقرب حاجة للمتر مكعب بير سكند. والاناليسيس بتاعي ديماند دريفن اناليسيس، يعني على حسب الديماند اللي انا حاطه، على حسب الفلويد اللي انا حاطه، لازم البريشر يحقق الايه الديماند ده. كلام جميل. يبقى نروح عند الجنكشن دي ونقول له والله الجنكشن دي محتاجه ديماند مقداره كام. ارجع بقى للدياجرام اللي عندنا، دي بتدي السيستم مش بتاخد منه، خلي بالك. يبقى هنا البيز ديماند بتاعي سالب كام؟ 1/10 متر مكعب في الثانيه، يبقى سالب 100 لتر كل ايه كل ثانية. يبقى ده هنا بالنسبة للجنكشن دي، الجنكشن دي بتاخد بقى من السيستم، يبقى دي بتطلب بيز ديماند مقداره كام لتر في الثانية؟ 4/100 متر مكعب في الثانية، يعني 40 لتر كل ثانية. برضو كذلك الجنكشن دي المفروض انها بتاخد من السيستم، يبقى موجب 40 لتر كل ثانية.
والجنكشن اللي هنا دي بتاخد برضو من السيستم بتاعنا 10 لتر كل ثانية، والجنكشن الأخيرة دي المفروض بتطلب من السيستم بتاعنا إن هي تسحب منه 10 لتر كل إيه؟ كل ثانية، تمام؟ يبقى ده بالنسبة لي هو البيز ديماند أو الديماند بتاع كل إيه؟ بتاع كل جنكشن، يبقى ده كده الديماند في كل النودز عرفناها خلاص. يبقى أنا كده جاهز المفروض إن أنا أعمل أناليسيس للمسألة بتاعتي. يبقى هبدأ أقول له طبعا أسيف البروجكت، متنساش دي مهمة جدا. يبقى نسيف البروجكت بتاعنا شباب باسم 1/13، تمام، ونسيف أهو مفيش مشكلة. يبقى سيف، وأدي البروجكت بتاعنا كده إيه اتحفظ. مهم جدا إن إحنا نسيف قبل ما نعمل ران عشان لو في أي مشكلة، حصل كراش للسوفت وير أو أي حاجة، نقدر إن إحنا نحتفظ بالداتا، وخصوصا لو النتورك كبيرة جدا وأنت دخلت بيانات كتير، يعني يفضل تعمل سيف أول بأول. طيب يبقى احنا كده سيفنا الداتا بتاعتنا، وتعالى بقى نحاول نعمل الرن بتاعت الشغل بتاعنا. يبقى project run analysis was unsuccessful see for reason. تعالى نشوف بقى ايه المشكلة. يقول لنا no tank or reservoirs in the network. يبقى هنا في عندي مشكلة، عايز اشوف مفيش اي تانكات ولا reservoirs في النتورك بتاعتنا. يبقى هشوف كده، احاول يعني، ما بيقدرش يحل اذا ما كانش في تانكات موجودة في المسألة بتاعتي. يبقى أسهل حاجة للموضوع ده إن إحنا نعمل تانك ونبدأ نسحب منه الإيه الفلو بتاعنا، يعني أبسط حاجة شباب تعالوا كده نشوف. لو أنا جبت ريزرفوار أهو وحطيته هنا ببساطة شديدة، وبعدين هوصل بينه وما بين الجنكشن دي بماسورة صغيرة خالص، وهبدأ أشوف الماسورة دي، مش محتاج إن طولها يبقى كبير زي ما اتفقنا، هخليها بس 1 متر وتتراوح برضو 1 متر، والرفنس بتاعتها تكون منخفضة جدا عشان ما تأثرش في الاناليسيس بتاعي. والجنكشن دي زي ما اتفقنا نخلي ليها ايه، نخلي ليها ديماند. فالديماند بتاع الجنكشن دي هخليه ياخد من الريزرفوار بقى، يبقى 100 لتر كل سنة. خلينا نشوف كده، والاسهم بتاعت الفلوريد هتديني الايه، هتديني الاتجاه اللي هيطلع معانا في الاناليسيس. يبقى انا كده اهو هسيف ده واشوف كده لو عملت ران للاناليسيس بالشكل ده. في عندي warning message، تعال نشوف warning message بيقول لي ايه بقى. negative pressure at 0 hours، في negative pressure حصل هنا يا شباب. خلي بالك الاناليسيس بتاعنا اللي احنا مشغلينه ده اسمه demand driven analysis. demand driven analysis يعني هيسحب الفلو بغض النظر عن قيمة البريشر. فطبعا لو انا رحت للريزرفوار ده وبصيت على الهيد بتاعه هلاقيه صفر. طب الهيد بتاعه صفر وانا عاوز اسحب منه عن طريق الجنكشن دي 100 لتر كل ثانيه، فده هيديني بريشر بالسالب. فعشان اتجنب الحكايه دي ممكن اديله هيد هنا. يبقى لو حطيت هيد هنا مقداره 10 متر، وتعالى كده نعمل الران دي مره ثانيه. الايرور ده مهم جدا يا شباب عشان تبدا تفهم ان الهيدروليكس لها معنى في الحسابات بتاعتك. يبقى هنا قال لي الران ووز سكسسفول، يبقى كده الحسبه بتاعتي اشتغلت مظبوط. لكن طبعا لازم اخلي بالي ان الفلو ريت عند المناطق المحدده دي واخد القيمه بتاعتي بالظبط. فاللي هيعرفني الفلو ريت واخد القيم بتاعتي ولا لا هو الايه؟ اول حاجه طبعا الاسهم، تاني حاجه التيبل بتاع القيم. فتعالى كده لو احنا بصينا، لو انا مثلا حاولت كده اسحب الريزرفوار، او مثلا عملت الجنكشن دي كده عشان تبقى اوضح شويه الاسهم بتاعه الفلو ريت، واضح طبعا ان الفلو ريت ماشي في الاتجاه ده. فاحنا عاوزين نشوف الفلو ريت في كل الجنكشنز كام، وكمان الفلو ريت عند المخارج، والمخارج ده مهم جدا يكون صحيح علشان اتاكد ان حساباتي ماشيه مظبوط. فطبعا بنروح على اولا سيف اهو، بعمل بقى ايه تيبل، والتيبل بتاعي فيه البايبس، والكولومز بتاعت التيبل هتديني البايب لينس والبايب دايمتر والفلو والفيلوسيتي واللوس والفريكشن فاكتور، ومفيش داعي لرياكشن ريت ولا كواليتي ولا ستيتس، تمام. يبقى ده بالنسبه لي هو الايه التيبل اللي احنا هنطلع عليه. تعالى بقى نشوف التيبل بتاعنا بيقول ايه. بصوا كده معايا يا شباب، نشوف البايبس المهمة بالنسبة لي. البايب دي شايفين البايب دي رقم 12، البايب رقم 12 عايز ابص على الفلو اللي في البايب رقم 12.
فهنا بيقول لي الفلو بتاعي 200 لتر كل ثانية. طبعا ده مش مظبوط، شايف الفلو ده مش مظبوط يا شباب. طيب البايب رقم 11، البايب رقم 11 الفلو ماشي كده 100 لتر كل ثانية، ده مظبوط. يبقى ده الفلو 100 لتر كل ثانية داخل للنتورك بتاعتي، ده مظبوط. فرقم 12 مش هتأثر كتير على النتورك بتاعتي، انما المهم خالص رقم 11 ان يكون اللي داخل كده للسيستم كام؟ 100 لتر كل ثانية. قلنا الإشارة السالبة اللي هنا ما تعنينيش في حاجة، لأن أنا اتجاه السهم هو الأصل بالنسبة لي. طيب تعال نروح مثلا للبايب رقم 7، البايب رقم 7 يا شباب، البايب رقم 7 40 لتر كل ثانية خارجة في هذا الاتجاه، وده بالفعل اللي كان عندي في الإيه المسألة بتاعتنا. أدي المسألة بتاعتنا أهي، وكان عندي هنا 40 لتر كل ثانية خارجة في الاتجاه ده. طيب نرجع تاني برضو للبايب رقم 8، البايب رقم 8 بتقول أنا عندي 10 لتر كل ثانية والاتجاه بتاعها خارج. برضو لما نرجع للمسألة بتاعتنا عندي 10 لتر كل ثانية والاتجاه بتاعها إيه؟ خارج عندي. وآخر حاجة عايز أشيك عليها برضو من النتورك دي البايب رقم 10، البايب رقم 10 40 لتر كل ثانية وخارجة معايا للخارج. يبقى لو رجعنا برضو على البي دي اف 40 لتر كل ثانية وخارجة للخارج. ده بالنسبة لي كده الايه الحاجات اللي لازم تكون محققة في المنظومة بتاعتي، لازم تكون محققة في المنظومة بتاعتنا. تبدأ بقى يا شباب هنا تشوف ازاي بسهولة جدا جدا بيحل لك الفلو ريت في البايبس اللي داخل النتورك. ادي البايب رقم 1 وادي البايب رقم 2. الفلو هنا في البايب رقم، نرجع للبايب رقم 1 كده، الفلو بتاعي عبارة عن 54.4 لتر كل ثانية، والإشارة السالبة زي ما قلنا بتعني إن الفلو ماشي من الجنكشن رقم 3 إلى الجنكشن رقم 1، يبقى ده اتجاه الإيه؟ الفلو ريت اللي عندي. طيب هنا 54، يبقى تتوقع في البايب رقم 2 يكون كام؟ أيوه التكملة بتاعت المية، أنا داخل من عندي هنا 100 لتر كل ثانية، خارج من هنا 54، يبقى لازم يكون خارج من الناحية التانية 46 او 45 و6 من 10 زي ما انت شايف. فهتلاحظ طبعا ان الكونتينيوتي ايكويشن محققه عند كل جنكشن، يعني الداخل يساوي الخارج عند كل الايه عند كل الجنكشنز بتاعتي. يبقى ادي ببساطه شديده يا شباب الفلو ريت والفيلوسيتي والبريشر لوسز والفريكشن فاكتور عند كل واحده من البايبس اللي موجودة عندي في النتورك. فبمنتهى البساطة نقدر نعمل اناليسيز. طبعا احنا دلوقتي بما اننا درسنا البايب نتورك، شفنا قد ايه الحسابات اليدوية بتكون مرهقة وفيها كم من الكالكيوليشنز، لكن باستخدام سوفت وير زي كده نقدر ببساطة نحلل المسائل الضخمة بهذا الشكل. فانا دلوقتي شباب بقول لكم انك تقدر تعمل بقى اي سيستم، اي سيستم مهما كان حجمه. فانا هحاول اوريكم مثال اخير بس على سيستم احنا انشأناه باستخدام الايبانيت، وطبعا الفرق بس لما السيستم يكبر هيكون عندك كم كبير من المدخلات لمواصفات المواسير والديماند وهكذا، وبناء عليه تقدر ان انت ايه تحسب المساله بتاعتك. في بس حاجه اخيره عايز اشوفها معاكم قبل ما اوريكم المثال الاكبر، ان انا عايز اشوف الضغوط جوه الايه المواسير. طبعا مهم ان انا اعرف البريشرز عند كل ايه عند كل جنكشن. يبقى تعالى كده نشوف لو انا عاوز اعمل تيبل ريبورت، والتيبل ده خاص بالنودز عشان اعرف الضغط عند النودز، فعاوز اعرف الديماند وعايز اعرف الهيد والبريشر، ومش لازم اعرف الكواليتي، وممكن كمان النودز دي كلها الفيشن تكون مرتفعه عن سطح الارض او منخفضه بقيم مختلفه، فانا ممكن اظهر الالفيشن، لكن في المساله بتاعتي انا ما غيرتش الالفيشن، فكلهم الالفيشن ليهم مقدار ايه ثابت. فتعالى كده نشوف التيبل ده هيطلع ازاي. ادي الجنكشنز اللي موجوده عندي في المساله، تعالى نحاول نظهر الرسمه في محاذاه الجدول بتاعنا. فالجنكشن رقم 1 مثلا، الجنكشن رقم 1 زي ما انتم شايفين يا شباب البريشر اللي عندها 9.24 من 100 متر، والجنكشن رقم 2 البريشر اللي عندها 8.7 من 100 متر، والجنكشن رقم 3 البريشر اللي عندها 10 متر، وده زي ما انتم ملاحظين اقرب ما يكون للريزرفوار اللي انا حاطه في المساله بتاعتي. والريزرفوار طبعا ما حصلش فقد في الانرجي، لان الماسوره 11 والماسوره 12 دول
انا عاملهم القطر بتاعها متر كبيره جدا جدا، واللينس بتاعها 1 متر، يعني اللوسز اللي هتحصل فيها قليله جدا جدا، فطبعا ما تعدتش السنتيمترات، ولذلك ظهرت على طول ب 10 متر انرجي عند الجانكشن اللي هي رقم ايه، رقم 3. فده مفيد خالص خالص ان انا اعرف البريشر ديستريبيوشن في الايه النتورك اللي عندي. يبقى ده بالنسبه لي ان انا اقدر اعرض النتائج بهذا الشكل. طيب تعالى برضو نشوف لو انا حبيت اعرض بطريقة تانية، برضو لو حبينا نعرف الضغوط في صورة مثلا ماب. لو عايزين نعرض ماب كده، تعالى نحاول نعرض ماب. نعرض ايه في المابز بقى؟ نعرض مثلا البريشر نودز، تمام. نعرض الايه البريشر عند النودز. طيب واللينك، اللينك هنعرض عليهم مثلا ايه اللينس، مثلا اللينس بتاع اللينك. ممكن نعرض ايه كمان؟ ممكن نعرض الفيلوسيتي، الفيلوسيتي داخل اللينك، لان في مواسير ممكن تكون السرعات فيها عاليه، فعايزين نتجنب سرعات عاليه او سرعات منخفضه عاوزين نتجنبها. وده بالنسبه لي ببساطه شديده شباب بيعرض لنا زي ما انتم شايفين الانترفيس، بيختلف بقى شكل العرض، بيبقى على طول بسرعه اقدر ابص واشوف لو في عندي ضغوط مرتفعه او ضغوط منخفضه، اقدر على طول ان انا ايه احددها. طيب برضو بالنسبة للبريشر هنا، توزيعه هنا كبير شوية. لما انا قلت عايز اعرض البريشر تمام، فالديستريبيوشن بتاع البريشر من كام لكام؟ عايزين هنا نحاول نظبط في الماب دي، اعتقد ينفع نظبط الرينج بتاع السرعات، يعني السرعات هنا من 0 لغاية 2 متر كل ثانية، نقدر نظبط الرينج بتاعها. لكن الحقيقة مش مأكتف معايا الرينج اللي أنا أقدر أظبطه، لكن أكيد ليها سيتنج معين، أنا مش حاضر في ذهني دلوقتي إزاي بنظبط السيتنج بحيث نحط المينيمم والماكسيمم اللي يوزع لي عليهم الألوان من الأزرق لغاية الإيه لغاية الأحمر. وكذلك بالنسبة للبريشرز، أو سي مثلا عند النود ممكن نحط الديماند بتاع كل نود، على حسب طبعا ايه، حاجات كتير نقدر نعملها، زي مثلا اهمهم زي ما قلنا عند كل جنكشن عايزين نعرف البريشر بتاعها كام، هو بيكتب لي طبعا قيمة البريشر بالمتر على الايه على النود بتاعها. طيب يبقى ده بالنسبة لي اللي هو ممكن اعرض الشغل بتاعي على صورة ايه، على صورة داتا. يبقى عرفنا الضغوط، والضغوط من الحاجات المهمة برضو، وعرفنا ازاي كمان نعمل ماب ديسبلاي بحيث يظهر لي ألوان تعبر عن القيم لو أنا عايز أبص بسرعة كده وأعرف المنطقة اللي فيها ضغوط عالية أو سرعات عالية أو سرعات منخفضة، ممكن أعملها عن طريق المابينج. طيب كده بقى تعالوا نشوف، زي ما قلنا برضو نقدر نطلع الريبورت بتاع المسألة دي ونسيفه، أهو سيف ريبورت، نقدر نرجع له في أي وقت ونشوف كل القيم دي، والملف نفسه نقدر نرجع له ونقدر نعمل عليه أناليسيس تاني لو احنا محتاجين. دلوقتي بقى هحاول افتح لكم بروجكت نكون عملناه قبل كده، نشوف السايز بتاع الماب ممكن يكبر، وبالتالي تقدر تحسب الحسابات دي بشكل اسهل واسرع. فهنحاول كده مع بعض الشباب نفتح احد المشاريع اللي عملناها لنتورك تكون اكبر في الحجم شوية. طبعا النتورك الاكبر بالنسبه لنا مش هتبقى اصعب الا بس في الوقت اللي انا هرسمها وادخل كل البيانات بتاعه اللينكات والمواسير والجانكشن، واذا كان في ديماند او ريزرفوار او خلافه، وحاجه زي كده تقدر ببساطه شديده ان انت تبنيها وتدخل الداتا بتاعتها، وبرضه تقدر تعمل لها ران، وزي ما انت شايف الاناليسز ما بياخدش وقت كبير، وتظهر زي ما انت شايف الماب، سواء مثلا بتظهر البريشر عند النودز، بتظهر الفيلوسيتي عند اللينكات المختلفة، وهكذا. يبقى تقدر ان انت تعمل اناليسيس لاي بروجكت يجاب لك عن طريق سوفت وير زي ايبانيت او اي سوفت وير اخر احدث منه يكون برضه متاح، لكن لازم تكون فاهم ان الانبوتس اللي بتدخلها في منتهى الاهمية، هي اللي بتحدد الاوتبوتس هي الانبوتس بتاعتك، فلازم تتأكد تماما ان الانبوتس مظبوطة علشان تحصل على اوتبوت مظبوط. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تسطبوا السوفت وير ده وتحاولوا تتدربوا عليه على بعض الامثله اللي موجوده عندنا في الكتاب، بحيث ان انت ان شاء الله فيما بعد تقدر تستخدمه في شغلك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.